وحشتوني جدا، بغيب عليكم 7 أيام بيعدوا عليا ب7 سنين، بس جاية لكم النهاردة ومعايا بونبوناية، معايا بنوتة كلامها بيوجعني أنا شخصيا لما بيكون في كلام فراق وهجر، وبيفرحني جدا لما بيكون في سعادة وحب، حتى لو مش عايشة قصة حب، بعيش معاها الحالة لمدة كام دقيقة وبطلع تاني. معايا أميرة البيالي، عاملة إيه؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ كويسة والله الحمد لله، منورة الدنيا. تسلمي لي يا رب. بدأتي إمتى تكتبي الكلام ده؟ من 7 سنين أو أكتر. 7 سنين. كان عندك كام سنة؟ كان عندي وقتها 13 سنة أو 12 سنة، في ابتدائي وقتها. ده بقى وراثة ولا موهبة؟ بابا بيحب الكتابة جدا، هو مش شاعر ومش بيحب الشعر بصراحة، بس هو بيحب الكتابة قوي، فأنا طالعة بحب الكتابة زيه، بس أنا بقى سلكت طريق تاني، بس هو موهبة الكتابة من أبويا. امتى حسيتي ان انت بتكتبي قصايد؟ يعني امتى قلتي انا دلوقتي بكتب قصيده؟ ده من 3 سنين. من 3 سنين. يعني بقالك 7 سنين بتكتبي وبتالفي عادي، ومن 3 سنين انا فعلا حطيت رجلي على سلمه الشعراء. صح كده؟ صح كده. بتقولي شعر فين؟ كنت في الاول زمان بدات في المدرسه، اروح مسابقات كلام من ده، لحد ما قلت لا، المدرسه مش هتخليني اوصل للناس او كلامي يوصل، فبدات بقى الجا للسوشيال ميديا لان هو اسرع واسهل وسيله دلوقتي ان الناس تعرفك. فلجات بقى للسوشيال ميديا عن طريق فيديوز لايف، اكتب قصايد واعرضها، اعمل بيج، اعمل شانل على يوتيوب، فهو ده اللي خلاني اوصل للناس. يعني السوشيال ميديا هي اللي فتحت لي طريق جماهيري كويس قوي. والناس عارفه ان انت من اسكندريه. اه اسكندرانيه.